سائل يقول: دخلت الحرم وكنت مسافرا أي بعمرة، فلما دخلت الحرم شرع الإمام في صلاة العصر ولم أصليها بعد، فشرعت مع الإمام ناويا قصر العصر ركعتين والظهر ركعتين في 4 ركعات، فما حكم صلاتي؟ حكمها أنها لا تصح، ما تنوي صلاتين في صلاة واحدة، تنوي صلاتين في صلاة واحدة مع الإمام ما يجوز. كان نويت الظهر وإلى سلم الإمام تقوم تصلي العصر لأجل الترتيب، كان دخلت مع الإمام بنية الظهر، فإذا سلم الإمام صليها 4 لأنه يلزمك الإتمام مع الإمام مثل الإمام، فإذا سلم الإمام أو سلمت إذا كنت مسبوقا سلمت من الصلاة بعد إتيانك بما سبقت، فإنك تقوم وتصلي العصر. الحاصل أنك الآن ما صحت صلاتك، عليك القضاء. نعم، تكون فضيلة الصلاة اللي صليتها مع الإمام تكون هي الظهر الصلاة الأولى، تقضي العصر. نعم.